شهد اليوم الأخير لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض الأنظمة غير المأهولة يوميكس والدورة الثانية لمعرض المحاكاة والتدريب سيمتكس، اللذين انطلقا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عروضا حية خارجية مميزة للطائرات بدون طيار في مطار العين الدولي بمشاركة 9 شركات محلية وعالمية، وفي مقدمتها شركة أداسي التي استعرضت قدرات أنظمتها غير المأهولة الجوية على القيام بحركات المناورة الجوية التي تبرز المستوى العالي الذي تتميز به هذه الأنظمة، بالإضافة إلى قدرتها على التصوير الجوي عالي الدقة ومتابعة الأهداف وأعمال المراقبة بكفاءة عالية. كما استقطب المعرضان في دورة عام 2018 مشاركة دولية واسعة بلغت 34 دولة مثلتها 122 شركة دولية ومحلية، عرضت على مدار أيام المعرض أحدث منتجاتها في مجالي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، بالإضافة لعقد العديد من الصفقات واتفاقيات شراكة وتعاون بين العديد من الشركات المشاركة بالمعرضين، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال أيام المعرضين 12,400 زائر. وقال سعادة العميد الركن طيار راشد محمد الشامسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض يوميكس وسيمتكس 2018 إن نجاح معرضي الأنظمة غير المأهولة يوميكس 2018 والمحاكاة والتدريب سيمتكس 2018 والمؤتمر المصاحب لهما إنما يعكس الجهود التي بذلتها اللجنة العليا ولجانها المختلفة التي ضمت العديد من الكفاءات الوطنية ونفذت أدوارها باحترافية وكفاءة عالية من أجل إنجاح هذه الدورة في وقت قياسي، وتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية المنظمة للمعرضين وللمؤتمر المصاحب ولشركة أبوظبي الوطنية للمعارض أدنك الجهة المنظمة للحدث وشركة أبوظبي للاستثمارات والأنظمة الذاتية أداسي الشريك الاستراتيجي ولجميع المؤسسات الوطنية والشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض. يذكر أن الدورة الحالية من المعرضين شهدت إقبالاً دولياً قياسياً، حيث ارتفع عدد الدول المشاركة في عام 2018 ليصل إلى 34 دولة مقارنة مع 23 دولة في العام 2016، فيما ارتفعت المساحة الكلية للمعرضين من 13,000 متر مربع في عام 2016 لتصل إلى 17,000 متر مربع في عام 2018، كما ارتفع عدد الشركات العارضة في عام 2018 لتصل إلى 122 شركة دولية ومحلية مقارنة مع 91 شركة عارضة في عام 2016، كما تم تغطية المعرضين من خلال 419 إعلاميا دوليا ومحليا.